في العام 600 قبل الميلاد تقريباً، كان رجل الدولة والشاعر الأثيني سولون في زيارة لمصر ومعابدها. أثناء الزيارة التقى بأحد الكهنة من معبد سايس شمال البلاد اللي رواله بعض أحداث التاريخ السابق، فقال له: لقد مضت ولا سوف تأتي كوارث عديدة مدمرة سحقت فيها البشرية، أعظمها كان بسبب الماء والنار، وكوارث أقل لأسباب أخرى، لكن عليك في كل مرة أن تبدأ من جديد. لا تعرف شيئاً عما حدث في العصور القديمة، لكن بعض ما دون ونقل إلينا من كلام كاهن معبد سايس لسولون، واللي ممكن يدينا إجابات عن أسئلة معلقة. ما السبب خلف دمار الكثير من الأهرامات والصروح المصرية؟ ما الدافع خلف نزوح جماعي من وادي النيل إلى الصحراء الغربية في العام 8000 قبل الميلاد تقريباً؟ هل ترك لنا ملوك الأسرات وثائق بتخبرنا عن حدوث كارثة في عصور سابقة؟ في العقود الأخيرة ومع تطور الدراسات الجيولوجية والجغرافية، بدأت تتجمع في الأفق أدلة عديدة تشير لحدوث كوارث طبيعية ضربت أرض مصر والأناضول وأمريكا الجنوبية وجزيرة القيامة وأماكن أخرى متفرقة تزامناً مع نهاية العصر الجليدي. كوارث سببت دمار واسع وقضت على أصحاب الحضارات الأولى. في أوائل التسعينات وبعد خروج نظرية قدم تمثال أبو الهول بسبب التعرية الجيولوجية، احتدم الخلاف بين الجيولوجي دكتور روبرت شوك من جهة وعالم الآثار المعروف دكتور مارك لينر من جهة تانية حول عمر التمثال، وإنه بيعود إلى أقدم من عمره الشائع بآلاف السنين. دكتور مارك لينر نقد الفكرة بشدة وقال إن ده مش ممكن، لأن أبو الهول في الحالة دي هيبقى عبارة عن نبت عشوائي وخارج السياق الزمني لأي أثر تاني في العالم. فكان رد شوك إن دي مش مشكلة، وممكن قدام هيظهر آثار تانية في نفس العمر. بعد الخلاف ده بسنوات قليلة، حصل اكتشاف في مكان بعيد جداً عن أبو الهول هيغير الفكرة دي، منطقة جوبيكلي تيبي جنوب تركيا. جوبيكلي تأتي بمعنى البطن المنتفخة، وتيبي بمعنى التبة. ممكن نترجمها التبة المنتفخة، وهو اسم على مسمى لأنه عبارة عن مرتفع أشبه بالبطن. ورغم أن الموقع ده مكتشف من الستينات، إلا أنه مع منتصف التسعينات ووصول الأثري كلاوس شميت من المعهد الألماني، بدأت تحصل فيه كشوفات مهمة. فكشف ما يقرب من 60 عمود بعضها على هيئة حرف تي، تشكل مجموعة من الدوائر يتراوح طولها من 3 إلى 6 متر، وزنها من 10 إلى 15 طن، والعمود عبارة عن قطعة واحدة منقوشة بالنقش البارز. بتاريخ المواد العضوية حول تلك الأعمدة إدى التاريخ مفاجئ، 9500 سنة قبل الميلاد، وأصبح ده هو التاريخ الرسمي للموقع. التاريخ ده كان مفاجأة للجميع وسبب لخبطة للمكتشفين نفسهم، لأن الرواية السائدة إن الفترة دي ما كانش في العالم غير مجتمعات بدائية من صيادين رحل وأقوام يدوب عايشة على الجمع والالتقاط، وما كانش فيه أي قدرة على إنشاء مدن أو مباني ضخمة، في حين أن إنشاء مجمع زي ده محتاج استقرار ومحاولات من أجل الوصول إلى استعمال أحجار ضخمة في البناء. خد بالك، الأعمدة ممكن ما تكونش مستقيمة، لكن النقطة إنها ضخمة وكتيرة وكمان قديمة جدا. علق الأثري أيان هودر من جامعة ستانفورد على الكشف ده فقال: هذه الأعمدة كبيرة رغم أنها تنتمي إلى عصر قديم جدا، إنها تقلب كل شيء، يبدو أن كل نظرياتنا السابقة حول التاريخ كانت خاطئة. الأعمدة كمان احتوت على نقوش بارزة لمجموعة من الحيوانات زي أسود وأفاعي وطيور وعقارب،
ولا تزال معاني وتأويلات النقوش دي تحت الدراسة، إذا كانت فلكية أو دينية أو لها رمزية تانية. كمان احتوت على تمثال بالحجم الطبيعي لإنسان تم اعتباره أقدم تمثال في العالم. وبنلاحظ هنا حاجة، هي طريقة تشبيك الإيدين قدام التمثال، واللي هنلاقي كمان إن الأعمدة ليها أذرع وهمية وليها طريقة نفس تشبيك الإيدين. ملاحظة سريعة لكن هنستعملها قدام. جوبيكل تيبي مش لوحدها، تم اكتشاف 9 مواقع تابعة ليها نفس الصفات، احتوت كلها على أعمدة على شكل حرف تي، وإن كان معظمها محطم وأصغر حجماً من جوبيكلي، إلا إنها بتنتمي لنفس الفترة الزمنية. إذن فاللي كان مقيم هنا كان مجتمع نظامي مش عشوائي، قدر ينشئ الأماكن دي كلها. حتى اللحظة دي تم اكتشاف أقل من 10% من الموقع، والباقي ما زال تحت الأرض. في حاجة كمان بتلفت النظر هنا، إن تم دفن المكان بقوالب حجرية عن عمد. الأحجار الصغيرة دي مش نتيجة انهيار أو تهدم، لأ، دي أحجار تم ترصيصها هنا من أجل حماية المكان وحماية الأعمدة. فالسؤال هنا، هما كانوا عايزين يحموها من إيه؟ هنسيب السؤال ده معلق مؤقتاً وهنروح لجزيرة القيامة في وسط المحيط الهادئ. واللي بتبعد أكتر من 4000 كيلومتر عن أقرب أرض مجاورة. الجزيرة في القرن الثامن عشر وصل لها بحار هولندي اسمه جاكوب روجيفين، وصادف وصوله يوم عيد الفصح، فتسمت الجزيرة بالاسم ده، جزيرة عيد الفصح أو جزيرة القيامة. لكن أهل الجزيرة بيطلقوا عليها رابا نوي، ومعناها الكبيرة. الجزيرة فيها ما يقرب من 900 تمثال بأحجام ضخمة بيصل بعضها ل 20 متر ووزن 250 طن من قطعة واحدة. مش معروف على وجه التحديد وقت إنشاء التماثيل دي، لكن العمر المتفق عليه أكاديمياً من 1000 إلى 1500 ميلادية، وهي تعتبر فترة حديثة جداً. اللافت للنظر إن في عدد ضخم من التماثيل غير مكتمل، تماثيل لسه في المحجر البركاني، تماثيل خلصت لكن في موقع المحجر، وتماثيل كانت بتتنقل وعملية النقل توقفت. طبعاً لا يعقل إن يكون في مجهود ضخم وبعدين يتم التوقف إلا إذا في حاجة أجبرته على التوقف، خصوصاً إن مش تمثال ولا اتنين، إحنا بنتكلم على مئات التماثيل غير المكتملة. دكتور روبرت شوك لما زار الجزيرة، ملاحظة صغيرة جداً لفتت نظره، كانت البداية إنه يتشكك في عمر الآثار والتماثيل. أول حاجة لفتت نظره هي شكل إيدين التماثيل، أصابع حول البطن، دي نفس شكل أعمدة جوبيكلي تيبي، رغم إنه بيفصل بينها آلاف الأميال، ونظرياً آلاف السنين. والجزيرة نفسها تعتبر معزولة، صعب إن نعتبر دي صدفة. الملاحظة التانية إن في بقايا جدار على نفس الجزيرة، إنشاؤه متشابه جدا مع أسلوب بناء حضارة بيرو، ومتشابه كمان مع معبد الوادي في الجيزة، الأحجار الضخمة المتراكبة. التماثل بين الحضارات القديمة بالمناسبة محتاج تفصيل كتير، لكن على أي حال أكبر من إن يتم تفسيره على إنه مصادفة. لكن دايما بنقول إن مصدر المعرفة واحد، وبيتنقل من مكان لمكان. هنا فكر شوك إذا كان معظم التماثيل دي أقدم من عمرها المفترض، يمكن من عمر أبو الهول أو جوبيكلي تيبي، أو على الأقل معظم التماثيل الموجودة بترجع لفترات قديمة. الملاحظة الثالثة هي جيولوجيا التماثيل، إن التماثيل مغروزة في الأرض وفي منها لحد رقبته، فعشان الأرض دي تتكون حوالين التماثيل كان لازمها أعوام طويلة جدا، لا يكفي إنها تبقى 300 سنة بس، خصوصا إن مفيش تجمعات رملية، إنما التربة دي بتتكون عن طريق نزول المطر، فبيبدأ يفتت تربة المرتفعات وياخدها وينزل لحد التماثيل دي ما تغطت حتى الراس. الملاحظة اللي بعد كده إن التمثال الموجود في المتحف البريطاني مصنوع من البازلت، في حين إن لا يوجد أي محاجر بازلت على أرض الجزيرة. هنا حتى فرضية إن محجر البازلت موجود لكنه في زمن ما غرق تحت مياه البحر لما ارتفع منسوبها، زي ما آثار كتير في العالم غرقت. لكن النقطة الأخيرة لم تثبت بعد، وهو حالياً عامل مشروع من خلاله بيحاول تمويل عملية للبحث عن محاجر بازلت تحت البحر. لكن على أي حال بدأ شوك يفكر كيف توقفت وانطفأت حضارات كثيرة، وإن ده حصل بسبب كارثة أشارت لها الكتابات والنصوص لكنها لم تفهم تماماً، وإن البداية لسلسلة الكوارث دي شيء موجود ومشترك فوق القارات كلها، قرص الشمس. انتهى آخر عصر جليدي في العام 10,000 قبل الميلاد تقريباً، وده باتفاق معظم الجيولوجيين. لكن السؤال، إيه اللي أنهى العصر الجليدي؟ في الأول كان الاعتقاد السائد إن العصر الجليدي انتهى نهاية طبيعية هادئة،
ارتفاع طفيف في درجة حرارة سطح الأرض سبب ذوبان الجليد وبدء انتشار الجنس البشري في أرض الشمال غير المأهولة. لكن مع دخول الأدوات التكنولوجية على الخط زي الأقمار الصناعية، أجهزة المسح الجيولوجي، كربون 14، التقنيات دي طلعت معلومات وبيانات ما كانتش موجودة قبل كده. واحدة من طرق الدراسة والقياس المستخدمة هي دراسة الآيس كورز، دراسة قوالب التلج. بعثات بتسافر لمناطق نائية متجمدة وبيقوموا بعمل حفر عميقة في التلج وبيستخرجوا القوالب دي. القوالب دي بتروح المعامل وبيبدأ تحليل فقاعات الغازات الموجودة فيها، وساعتها بتوضح التغيرات المناخية والتلوث اللي كان بيحصل على مدار السنين اللي فاتت. أكتر الدراسات دي بتتم في جزيرة جرينلاند والقارة القطبية الجنوبية، لأن هم معزولين تماماً عن أي نشاط بشري. فلو جينا لنموذج زي ده ناتج عن أعمال جامعة بيرن، مستخرج سنة 2020 من القارة القطبية الجنوبية. لو مثلاً إن في السبعينات زادت نسبة الغازات المنبعثة من صناعات النحاس بمقدار الضعف بسبب صناعات كتيرة استحدثت في أمريكا الشمالية. مع بداية الخمسينات نسبة الرصاص زادت في الجو بسبب شيوع استعمال السيارات ووسائل النقل. نسبة إشعاعية زادت في نفس الفترة بسبب التفجيرات النووية اللي كانت بتجري كاختبارات لصناعة القنابل الذرية وسباق التسليح بين الدول. زيادة لنسبة الكربون في أواخر القرن ال 18 بسبب الثورة الصناعية في أوروبا. وهكذا، في مؤسسات ومعاهد كاملة قايمة على النوع ده من الدراسة ونشر نتائجه. القوالب المستخرجة بالمئات بيوصل عمق بعضها ل 3 كيلومتر. طبعاً بتكون مقسمة وبيتم ترقيمها وحفظها في ثلاجات ودراستها دورياً. وعن طريق كده بنقدر نعرف عن انفجارات البراكين، حرائق الغابات، العواصف الشمسية، غبار النيازك، معلومات كتيرة جداً بيمكن استخلاصها. والصفائح الثلجية دي محتفظة بالبيانات لحد النهاردة، وبيقدر الجيولوجيين وخبراء المناخ يرجعوا لحد 800 ألف سنة لدراسة مناخ الأرض. الدكتور بول لافايوليت، واللي مجال تخصصه في الدراسات المناخية، كان أحد اللي قاموا بعمل دراسات وقياسات بنفسه على العينات السابقة، وضع أكتر من دليل في كتاب Earth Under Fire أو الأرض تحت النار، والكتاب واحد من الكتب القليلة اللي ربطت بين المناخ والنصوص القديمة والأثار. أحد الأدلة اللي استند ليها إن في الفترة من 9 إلى 11 ألف سنة قبل الميلاد مع نهاية العصر الجليدي، لقوا إن عنصر البريليوم 10 موجود بشكل عالي في عينات الثلوج المستخرجة. بريليوم 10 هو أحد المظاهر المشعة وبيتكون نتيجة ازدياد وتيرة العواصف الشمسية اللي بترتطم يومياً بالغلاف الجوي. فده كان أول دليل وجود بريليوم 10. أحد الأدلة التانية تحليلات أبيها جيولوجيين وأساتذة المناخ في البرازيل وكولومبيا وأمريكا وأوروبا، فلقوا إن حصل ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة أدى إلى حرائق الغابات وانصهار للصخور وموت الحيوانات. من القياسات الكربونية وجدوا إن الحرائق والانصهارات دي حصلت في فترة من 9 إلى 11 ألف سنة قبل الميلاد. فكان السؤال، الأحداث دي حصلت في نفس الفترة لكن في أماكن بعيدة جدا عن بعض، معنى كده إن في عامل مشترك وراها. العامل المشترك المقترح أمامنا هو الشمس. في فترة من 9 إلى 11 ألف سنة قبل الميلاد كان في نشاط مكثف للعواصف والانفجارات الشمسية، ودي أحد العوامل اللي عجلت بنهاية العصر الجليدي بشكل متسارع. تلا العواصف الشمسية ذوبان لكميات ضخمة من الجليد ارتفع معاها منسوب المية في العالم، وفيضانات وعواصف وأعاصير وموجات تسونامي ضربت سواحل القارات والغابات، دمرت مساحات شاسعة من الغابات وانقرضت مئات الأنواع من الكائنات الحية على الأرض. وبعد مئات أو آلاف السنين حدث هدوء واستقرار. كل ما سبق خلى لافايوليت وشوك يشوفوا إن الشمس كانت أحد أسباب انتهاء حضارة كوبيكل تيبي والحضارة الأولى في جزيرة القيامة، ومحتاجين دلوقتي نرجع لمصر عشان نشوف هل حدث حاجة مشابهة ولا لا. الكارثة اللي حدثت في مصر ليها ثلاث شواهد. أولاً، وجود عدد كبير من الأبنية المحطمة نتيجة الكارثة دي. مش دمار بشري نتيجة قوات وجيوش، لا، بنتكلم عن دمار أكبر من القدرة التدميرية العادية. ثانياً، وجود إنشاءات وأبنية أخرى توقفت نتيجة الرحيل المفاجئ، رغم إن في منها حاجات كانت أوشكت على الانتهاء. ثالثاً، انقطاع العلوم والمعارف، حاجات كنا بنعرف نعملها ما بقناش نعرف هي اتعملت إزاي وليه. دول الثلاث شواهد، بالإضافة إلى وجود بعض النصوص بتحكي عن حوادث وقعت في أزمنة قديمة جداً، ودي ممكن تساعدنا في الاستدلال. السيوطي، رغم إنه مؤرخ مصري بالأساس، ولد ونشأ وعاش في مصر، لكن لما كان بيسأل عن الأهرامات ما كانش بيلاقي إجابة واضحة عند حد،
برغم ان الابنية الاضخم في مصر، فكان بيقول: ما احسب الاهرام الا بنيت قبل الطوفان، لانها لو بنيت بعد الطوفان لكان علمها عند الناس. هو قال الطوفان لان دي اللي عارفها، شيل بقى كلمة الطوفان وحط اي كارثة طبيعية تانية. ايه السبب خلف دمار الكثير من الاهرامات والمعابد المصرية؟ جميع اهرامات مصر فيها دمار كلي او جزئي. اهرامات سقارة حوالي 15 هرم، منها واحد فقط اللي قائم اللي هو زوسر، والباقي محطم. اهرامات ابو صير كلها مدمرة وعبارة عن اكوام وفوضى من الاحجار، التدمير كان غير عادي. الشكل الهرمي هندسياً من أكثر الأشكال ثباتاً ورسوخاً، ومركز الثقل بتاعه بيبقى في الجزء الأسفل، فمن الصعب جداً التأثير فيه. فعلشان يتحول للشكل المدمر ده، كان أكيد خلفها حادثة عنيفة، مش مجرد انهيار طبيعي نتيجة الزمن، خصوصاً إن الأرض صخرية. مرت مصر ببعض الحوادث من زلازل وعواصف، لكن هنشوف إزاي الأحداث اللي أثرت في الأهرامات دي مش حاجة قريبة، دي حاجة قديمة جداً. ناخد مثال: الهرم الأحمر كسوته كلها محطمة ومزالة، جزء منها بس هو اللي موجود تحت. الكسوة دي مش مزالة قريبا، لكن من قديم جدا. ليه الاستنتاج ده؟ لأن أحجار الهرم نفسها متأكلة، فواضح إنها اتعرت من زمان، خصوصا إن الهرم في صحراء دهشور اللي هو جاف تماما. واضح إن الهرم مر على العصور المطرية اللي سببت التآكل ده. الهرم المنحني. الهرم ده عامل إرباك، المراجع الرسمية مجمعة إنه غلطة سببت حدوث تداعي له، لكن ده عمل مشكلة أكبر. لو الهرم غلطة وحصل فيه مشكلة أثناء البناء، طيب ما تفكش ليه وتم الاستفادة من أحجاره في بناء الهرم اللي بعده؟ لو كان غلطة، ليه تم بناء كل ملحقاته من كسوة وهرم كاورا وسينفرو صور نفسه في احتفالات الأعياد عنده؟ الهرم من الداخل فيه تصدعات خلت مهندسين سينفرو يسعون لتدعيمه بالأخشاب. طبعاً هيكون من غير المنطقي إن البناء الأولي يتم بخشب مع الحجر، إنما ده تدعيم احتياطي للجدار حصل من عصر سينفرو لتجنب تداعيات مستقبلية، لأن الدراسات الحديثة قالت لنا إن الهرم حالياً بحالة جيدة. لكن هتفضل الأسئلة دي كلها معلقة. لكن لو حطينا في الاعتبار سيناريو حدوث كارثة، هنلاقي التسلسل أكثر منطقية. الهرم كان مبني ومر بحادث معين سبب ان النصف الاعلى من الكسوة بقى مزال. كمان هتلاقي فيه بقع بنية على مناطق معينة في الكسوة، والحجارة زي ما تكون اتفرمت وتهتكت. الهرم الأصغر اللي خلفه محطم تماماً من الخارج. إذن ففي حادث سبب تدمير خارجي وتصدعات داخلية في الهرم، وبعد مئات أو آلاف السنين جاء الملك سينفرو وقام بتدعيمه بالخشب. نفس الكلام حصل في هرم ميدوم، قام سينفرو بترميمه وتدعيمه بخشب الأرز. مثال مشابه على اللي شفناه في الهرم المنحني. طبعا هتكون غريبة ان مهندسين سينفرو يبنوا ويدعموا بالخشب في نفس الوقت، ويبقى نفس الغلطة حصلت مرتين، لكن سينفرو اخذ على عاتقه اصلاح وترميم الاهرامات زي ما احنا بنعمل دلوقتي بالظبط. ده هرم اسر كاف، الهرم مهدم تماما وتحول الى كومة من الحجارة، والمنطقة اللي وراه كذلك، لدرجة ان الهرم ده ممنوع دخوله بسبب خطورته. كذلك هرم تيتي، المهندسين قاموا بعمل ترميمات في الغرفة واضحة وملموسة، بترميم حوائط الغرفة بالأحجار وتدعيمها بالخشب. طيب سؤال، اشمعنى هرم زوسر المدرج هو بس اللي قائم وهو الأفضل حالا، رغم ان هو الأقدم في كل دول؟
كان منتظر ان هو يبقى الأسوأ حالا. مشكلة التسلسل الهرمي اللي قلنا عليها قبل كده، أهرامات الجيزة ودحشور ما ينفعش يبقوا في مهد الحضارة، لازم يجوا والحضارة في قمتها وهي في عز قوتها وتطورها، خصوصا ان معظم الأهرامات اللي جت بعد هرم منكورع لا تتفق مع ان التطور البشري العادي اللي بيجي بعد كده لازم يكون افضل من الحالي او على الاقل زيه، الا اذا كان حصل حاجة وقفت التسلسل ده. وموضوع ان الأسرة الرابعة او الخامسة اكتشفوا ان الأهرامات بتكلف موارد كتيرة فاضطروا يتوقفوا عنها بصراحة مش مقنع، انما جه كتبرير لتصاغر حجم الأهرامات. ولذلك فالاستنتاج اللي بقدمه ان المصريين الاوائل ما قبل الأسرات وصلوا لاعلى سلم العمارة ببناء أهرامات دهشور والجيزة، ثم حدث التوقف الكارثي، ثم جاءت الأسرة الرابعة بعدها بمئات او الاف السنين باعمال الصيانة في منفيس كونها العاصمة. ولذلك بنلاقي دكتور احمد فخري بيقول لنا ان منكورع مات قبل الانتهاء من وضع الكساء الهرم، ولهذا وقع على كاهل خليفته شيبسس كاف اتمام ما لم يتم، ولهذا نجده يقوم باتمام مجموعة ابيه الهرمية في صورة سريعة بالطوب اللبن. في الوقت ذاته لم يحاول ان يشيل لنفسه هرما كبير الحجم. وبكده ممكن تكون العديد من اهرامات سقارة وبصير اتبنت ايضا قبل الاسرات، زي ما شفنا تيتي رمم في هرمه اللي هو يبقى اكيد مبني قبله، فاكيد ده حصل مع اهرامات تانية. وبعدين جه امحتب فبنى هرم زوسر، عشان كده الهرم احدث وافضل حالا من اهرامات كتيره. خد بالك ان رسميا في 11 هرم غير مكتمل، منهم على سبيل المثال هرم ساخن خت في سقارة، هرم زاويه العريان، هرم نفر افرع في ابو صير، وهرم شيبسس كرع. كل دي اهرامات توقفت فجاه، ففكره التوقف المفاجئ رغم ان معظمهم كان اوشك على الانتهاء بسبب ان الملك مات فخلاص صرفوا نظر، دي فكره متبناه اكثر من اللازم، لكنها برضو مش منطقيه. ما طبيعي الملك الجديد يقوم بانهاء القديم الا في حاله ان التوقف ده حصل في عصور اقدم. معروف كمان ان الكثير من المعابد كانت بتقام على معابد اقدم، وكان بيتم استخدام احجار المعابد الاقدم في انشاء المعابد الاحدث. حصل ده في دندرة، ولقينا ان الملك بيبي عصر على بردية من عهد اتباع حورس في جدار في معبد دندرة، وحصل برضه في ابيدوس، والسيتي الاول كان ذاكر كده بنفسه انه استعمل احجار المعبد الاقدم في انشاء المعبد الاحدث. طب ما المعابد الاقدم دي ما اكيد في حاجة دمرتها، لان لو كان سليم ما كان ترك زي ما هو، زي مثلا الاوزيريون. جزيرة الفانتين في الجنوب، الفانتين جزيرة قديمة جدا وفي حطام كبير في وسط الجزيرة، أحجار ضخمة محطمة، والمنطقة حصل فيها ترميمات كتيرة حتى العصور الرومانية، لكنها تاريخيا عليها إنشاءات من الأسرة الأولى والتانية. ولذلك لما بنلاقي منطقة قديمة بنقول إن ممكن تبقى كمان قبل كده، خصوصا إن زي ما شفنا في الأوعية الأسرة الأولى والتانية أعادوا استخدامها من عصور قبله. دمار واسع في منطقة طل بسطة، الإنشاءات هنا يمكن 90% من الأحجار الصلدة. أقدم نقش عثر عليه كان من عصر بيبي الثاني، فتل بسطة في الأصل برضه قديمة جدا، ولا شك إن حصل ترميمات عديدة من الأسرات واللي تحطمت برضه بسبب أعمال التخريب. طب إيه اللي حصل بالظبط؟ مجموعة من النصوص كتبت في عهود ملوك الدولة الحديثة، ملك توت عنخ آمون، سيتي الأول، ورمسيس الثاني والثالث. النصوص دي تعرف بأسطورة عقاب البشر أو تدمير البشر، بتحكي إن رع نتر الشمس غضب على البشر بسبب أفعالهم، فقام بإرسال سخمت عشان تنتقم منهم. النص ترجمه العربية أستاذ عبدالله سالم، والنص الكامل موجود في المصادر، لكن هنشوف هنا بعض العبارات بتقول إيه. أشرق رع حيث أوجد نفسه، وكان ملكا على البشرية والنتر جميعا، ثم جهر البشر بالعداء ضد رع، فقال: البشر الذين نشأوا من عيني يتآمرون ضدي. قالت نو: أرسل عينك لتعاقبهم. فلما حس البشر باقتراب العقاب هربوا للصحراء، فقال رع: انظروا إنهم يهربون إلى الصحراء مرتعبة قلوبهم مما سوف أقرره بشأنهم. فذهبت النترة وقتلت البشر في الصحراء. وهكذا نشأت سخمت للوجود. قال رع لسخمت: هل تؤلم حرارة الشمس؟ هذا لأن المهابة تأتي أحيانا من الألم. نعم أردت قتلهم جميعا ولكني لم أفعل. الآن لم أعد أكترث لعددهم القليل. ثم صعد رع إلى السماء.
اندهش الناس وعادوا من مكان هروبهم، ثم قال: أنا رع، أنا اللهب، روح النار. النص واضح وبيصور كارثة شمسية تسببت في هلاك معظم البشر ونجاة عدد قليل منهم. وبما أن النص مكتوب في مصر، فمن المتوقع أن مصر من ضمن الدول اللي تأثرت بالكارثة دي. طبعا إحنا ممكن ناخد النص على أنه أسطورة وحدودة وخلاص، لكن هل الأسطورة شيء لم يحدث على الإطلاق؟ يعني لا وجود له؟ ولا حصل واتخذ شكل رواية؟ أكيد في شيء من الصحة ومن الواقعية، وإلا لما كتب في مقابر أربع ملوك. باحثة في العقائد الأديان وتراث الشعوب اسمها كارين أرمسترونج درست الكثير من أساطير الشعوب، ففي كتاب تاريخ الأسطورة بتقول: تستعمل كلمة أسطورة اليوم غالبا لوصف شيء غير صحيح وغير واقعي. لكن هي بتعترض على الرأي ده وبتقول إن الأسطورة لا تروى بغرض الرواية فقط، وهي تحوي أكثر بكثير مما يظهر للعين. فالأسطورة تروي قصة حدثت في زمان ما، وتجعله ممكن الحصول في كل الأزمنة. نص آخر مشابه من متون التوابيت، النص رقم 316، بيحكي حوار مشابه بين رع وعين حورس التي ترى كل شيء، والتي جاءت إلى الوجود مثل لهيب الشمس، وإن رع أمرها بتسليط لهيبها على أعدائه من البشر، ولم يستطع أحد منهما المقاومة، وتألموا وسقطوا من الحريق. النص من الدولة الوسطى، وخد بالك في الحادثتين العين هي اللي حرقت البشر، الأولى سخمت اللي هي عين رع، والتانية عين حورس. عشان كده قلنا إن الحادثة جذورها قديمة جدا وتم إعادة تداولها. عواصف شمسية قتلت البشر في حقبة مصرية قديمة جدا، وظلت الرواية متداولة في صورة متون تروى وتكتب على الجدران وبتتناقلها الألسنة والأقلام. حضارة مصر في آخر عصور الأسرات كانت مزار دائم لليونانيين. الفلاسفة والعلماء كان بيجوا يدرسوا ويتعلموا، واتنقلت بعض المعارف من مصر لليونان في الوقت ده. في الفترة دي جاء لمصر الأثيني سولون وتحدث إلى كهنة معبد سايس. الكاهن حكاله عن كوارث سابقة وقعت في الماضي السحيق، أعظمها كان بسبب الماء والنار، وأن الكوارث دي لما كانت بتحصل كانت بتمحي كل ذكر للعصور السابقة. وقال له: عليك في كل مرة أن تبدأ من جديد، لا تعرف شيئا عما حدث في العصور القديمة. وذكر له أحد تلك الكوارث، قال له أنه في أحد الأيام قام فايثون ابن هيليوس بإحراق كل ما على الأرض. هيليوس ده رمز الشمس عند الإغريق، المكافئ اللي رع في مصر، وفايثون ابنه المكافئ لسخمة اللي حرقت الأرض وقتلت البشر. وخد بالك لما الكاهن حكى لسولون ممكن يكون قال له رع وسخمت، بس سولون ترجمها برموزه هو هيليوس وفايثون. وبعدين الكاهن قال له الجملة الأهم، إن ده شكل من أشكال الأسطورة، لكنه يشير حقا إلى حريق هائل للأشياء على الأرض. فنفس النص ده بيتكرر على مر آلاف السنين، هلاك البشر بواسطة الشمس. فدي كانت الضربة الأولى. دكتور بول لفايوليت بيقول إن الاضطرابات الشمسية دي بتكون محرك لأحداث أخرى، غرق سواحل، أعاصير وعواصف مدمرة، ظلام، وهكذا. فهل في أدلة لأحداث تانية حصلت؟ في متحف الإسماعيلية في ناقوس حجري عليه نقوش من العصور البطلمية عثر عليه في مدينة العريش. النقوش حالتها سيئة جدا، لكنها بتحكي قصة طويلة من عصر الآلهة. ولما بنقول عصر الآلهة فده غالبا فترات حكم ما قبل الأسرات. النص بيحكي عن عاصفة مدمرة وحرائق حدثت أثناء حكم النترو، شو وجب. شو اللي هو الهواء والرياح، وجب أو جب اللي هو الأرض. بيقول النص: كانت الأرض في محنة كبيرة، تعطلت الإقامة بشكل واسع. صعد شو اللي هو الريح إلى السماء، لم يتواجد بيت يصلح للمعيشة، وذلك لمدة 9 أيام مستمرة. على مدار الأيام التسعة كانت العواصف عاتية، لم يرى أحدهم فيها وجه أخيه، سواء من الرجال أو من النترو. يعني لا الرجال البشر شافوا بعض ولا النترو شافوا بعض من شدة وظلام وقوة العاصفة المستمرة. النص بيقول لنا إن بعد الحادثة دي كان جسد جيب اللي هو الأرض مصاب بالحروق، وتمت معالجته حتى تم الشفاء. خد بالك النص ذاكر وجود نترو وجود بشر. إيه الفرق بين الاتنين؟ البشر ده اللي هم الناس العاديين، ماشي. طب والنترو؟ كلمة نتر أو نثر تطلق على الآلهة، وتطلق على قوى الطبيعة، الريح والأرض والشمس والقمر وهكذا، وتطلق على الشخص العبقري الذكي العظيم. لكن في جزء منها كلمة نترو تطلق على الملوك
وأتباع حورس وأنصاف الآلهة اللي حكموا في تلك الفترة. ودي كانت قناعة المصريين في عهود الأسرات، إن اللي حكم الفترة اللي قبليهم كانوا أنصاف آلهة من شدة قوتهم وذكائهم. فبنلاقي دكتور أحمد فخري بيقول: كان المصريون فيما بعد ينظرون إلى هؤلاء الملوك الذين حكموا في تلك الفترة بنظرة تقديس خاصة، وكانوا يشيرون إليهم بأنهم أنصاف الآلهة، زي نظرتنا النهاردة مثلاً لواحد زي ألبرت أينشتاين. أينشتاين ده كان نبغى في الفيزياء، ممكن نقول عليه مجازاً ده رب الفيزياء أو إله الفيزياء. إله الفيزياء مش معناها إنه خلق الفيزياء، لكن معناها إنه وصل فيها لدرجة من الفهم والمعرفة وصلته إن نلقبه باللقب ده حتى لو مجازي. فتلاقي الناس في عصور الأسرات المتأخرة رفعوا إيم حتب المهندس والطبيب اللي خاص بزوسر، رفعوه إلى مصاف النترو، بقوا بيطلقوا عليه نتر بسبب إنه طور عملية استخدام الحجر في بناء الأسرات، وإنه كان طبيب ومهندس عبقري. إذن فبعد عواصف الشمس حدثت عواصف مدمرة اللي ممكن تكون السبب في دمار صروح عديدة وخروجها بالشكل ده، تطاير الأحجار والبشر ودمار الأهرامات. لأن في لوحة أخرى من عهد أحمس تعرف باسم لوحة العاصفة نشرت حادثة مماثلة واتكلمت عن غضبة شديدة للآلهة اللي قرروا بأن تأتي السماء بعاصفة ممطرة مع ظلام دامس. اللوحة لم تذكر عدد أيام العاصفة، لكن بتقول إنها تسببت في دمار المعابد وتلفيات حدثت للأهرامات وصريخ البشر وموتهم وتطايرهم فوق صفحة النيل مثل ورق البردي. أمام هرم خفرع في مجموعة من الخطوط السوداء على الأرض، والحجر متآكل ودايب وهي ملفتة للنظر، وفي منها متكرر على هضبة الجيزة في أماكن أخرى. في اتنين من الأصدقاء اللي بيعملوا في الإرشاد السياحي، أستاذ محمد إبراهيم ويوسف عويان، عرضوها على دكتور روبرت شوك لما صار الجيزة بصفته جيولوجي، فلما شافها كان رأيه إن في حرارة عالية ضربت الجزء ده من هضبة الجيزة وأذابت الصخر. طيب أنا برضو من ناحيتي عرضت الصور على الدكتورة رباب عبد الحكيم من جامعة المنصورة. الدكتورة رباب متخصصة في المناخ التطبيقي والتطرفات الحرارية. لسؤالها عن السواد في الأحجار دي، هي كان رأيها إن دي أكسدة على الأحجار سببت اللون يبقى بالشكل ده. أنا بعرض الرأيين والاتنين ناس متخصصة، لكن وارد يحصل خلاف في الرأي إذا ما كان حرارة عالية أو أكسدة، وأكيد قدام هتظهر دراسات وتحليلات مستقبلية تحل الإشكال ده. إنما أنا شخصياً برجح فكرة الحرارة العالية اللي إما نتجت عن شمس أو صعقة لسببين: أولاً الإذابة اللي موجودة في الحجر، ثانياً إن في حادثة قديمة عندنا بتحكي لنا إن في صواعق ضربت أرض الجيزة. لوحة تسمى لوحة الإحصاء من الأسرة 26، لكنها تتحدث عن الملك خوفو، فبتحكي عن أعمال صيانة وترميم عملها في هضبة الجيزة، ومن ضمنها ترميمات عملها على أبو الهول، وعشان كده احنا بنستدل باللوحة دي إن أبو الهول أقدم من خوفو. فاللوحة بتقول إيه بقى؟ فرمم التمثال المغطى بالطلاء وأمر بنحت الناقص من الجزء الخلفي ويبلغ 7 أذرع اللي هي 3.7 متر. لقد جاء ليقوم بجولة يرى فيها الصاعقة التي كانت مكان شجرة الجميز التي أصيبت غصونها حين هبط رب السماوات على موقع حور إم آخت. دي ترجمة النص. بيعلق دكتور سليم حسن على الجزء ده فبيقول: لو صدقنا النقوش لكان علينا الاعتراف لخوفه بالفضل في إصلاح أبو الهول الذي أتلفته الصاعقة، وهو بالجزء الذي لا يمكن بتره إلا بضربة مباشرة من جسم ثقيل تدفعه قوة مرعبة، وترى على ظهر أبو الهول علامة تدل على هذا الكسر، ويبلغ هذا الند نحو 4 أمتار بما يتفق مع ما سجل على لوحة الإحصاء، ومن المحتمل إذن أن يكون أبو الهول قد أصابه البرق. إذن فبالاستناد لكلام دكتور روبرت شوك وكلام دكتور سليم حسن، ممكن يبقى فيه صواعق ضربت منطقة الجيزة وتكون السبب في تدمير معظم كسوة أهرامات الجيزة، واضح إنها كانت جزء من حاجة أكبر وأخطر. أي كارثة ما بتقضيش على كل الناس، ناس بتموت وناس أخرى بتنجو. ولذلك في جملة رع: نعم أردت قتلهم جميعا ولكني لم أفعل، والآن لم أعد أكترث لعددهم القليل. فده بالفعل حصل، لكن دلوقتي العبء بوقع على الشخص اللي نجي إنه يحكي حاجة. طيب لو ما حكاش اللي حصل يبقى ممكن ما نعرفش حاجة. ولذلك فمن ضمن الكلام الكاهن المصري لسولون إن قال له: الناجون من الكارثة قد ماتوا دون أن يتركوا خلفهم كلمة مكتوبة عما حدث.
دراسة أخرى من فريق جيولوجي في بعثة مشتركة من جامعات جنيف وفيلادلفيا والقاهرة وأسوان وجامعات أخرى. الدراسة تمت على وادي النيل وما حوله من أودية جافة بالإضافة إلى منطقة الصحراء الغربية. عملوا تأريخ لبعض الرواسب الموجودة في المكان ده. ملخص الدراسة بيقول أن سكان وادي النيل قد هاجروا بأعداد كبيرة بعيداً عن النهر في الفترة ما بين 8500 سنة قبل الميلاد ورجعوا تاني للوادي حوالي 5000 سنة قبل الميلاد، ولم تكن أسباب هذه الهجرة معروفة. حسب المكان اللي تمت فيه الدراسة، سكان وادي النيل كانوا هنا في الفترة من 18000 سنة، لكن سنة 8500 قبل الميلاد أو قبلها بشوية ولسبب ما قروا في الصحراء لمدة حوالي 3000 سنة، وبعدين رجعوا مرة تانية للوادي عن 5300 قبل الميلاد، اللي هي بالمناسبة بتعتبر فترة بداية حضارة حلوان اللي بدأت حوالي 5000 قبل الميلاد حسب التاريخ الأكاديمي. بيقول دكتور عبدالله زكي أحد اللي عمله في الدراسة إن ده نتيجة تغيرات مناخية عنيفة حول وادي النيل أدت لعواصف وفيضانات وأمطار، والمكان أصبح غير صالح للمعيشة، فراحوا الصحراء واستقروا هناك حتى يهدأ الموضوع في وادي النيل. نبتة بلايا وهو موقع للأحجار عسر عليه في الصحراء الغربية ويقدر عمره تقريبا حسب القياسات الكربونية ب7000 سنة قبل الميلاد. اللي درسوا الأحجار رجحوا إنها مرصوصة كده لغرض فلكي، ولذلك أنا بعتقد إن موقع زي نبتة بلايا أنشئ من الناس اللي هاجروا واستقروا مؤقتا في المنطقة دي، وعمر نبتة بلايا بيتوافق بالفعل مع دراسة فريق دكتور عبدالله زكي. أفلاطون الفيلسوف اليوناني المعروف حكلنا عن حضارة عظيمة اسمها حضارة أطلانتس، حضارة قوية حكمت أجزاء كبيرة من العالم. لكن إيه تحديدا مشكلة أطلانتس؟ يعني أول ما بتيجي سيرتها بتلاقي فيه قلق بيحصل كده. قصة أطلانتس مع الأسف اتظلمت، والكلمة نفسها بقت كلمة سيئة السمعة بسبب المتعصبين اللي في الغرب أو اللي في مصر. اللي في الغرب مليهم الغرور مبالغين في تبني أطلانتس وإنها حضارة الرجل الأبيض وإنها أساس قيام الحضارات الأولى في العالم كله، والمصريين أول ما بتيجي سيرة أطلانتس تلاقي في ناس اتوترت وناس اتشنجت وأسئلة من عينت تحصلها الحضارة انتوا مش عارف ايه كلام اياه. نركن شوية الأسلوب العاطفي ونسأل السؤال بشكل مباشر، هل فعلا في علاقة بين أطلانتس ومصر القديمة؟ للأسف المصادر الحديثة سواء الكتب أو الوثائقيات عملت لخبطة في موضوع أطلانتس لأنها جزمت بمكانها في المحيط الأطلنطي، فعشان نحكم بشكل موضوع عليها لازم نرجع للمنبع الأول للقصة وبعدين ممكن نروح ساعتها لمصادر تانية. أطلانتس ذكرت المرة الأولى في كتابين بعنوان تيمياس وكريتياس، ودي مجموعة من الحوارات الأفلاطونية لتلاميذه بتتكلم عن موضوعات زي نشأة العالم، معتقدات اليونانيين، عناصر الكون وهكذا، ومن ضمن ما ذكر هي قصة أطلانتس نقلاً عن سولون اللي زار مصر وسمع قصة من كهنتها. ذكر أفلاطون عنها إن نشأ فيها سلالة من الملوك العظماء والأقوياء حكموا أطلانتس وما حولها من أراضي وضمت تحت جناحيها مصر وليبيا وأجزاء من أوروبا وإيطاليا، وإن مساحتها أكبر من أسيا وليبيا مجتمعين، وأنهم وصلوا لدرجة عالية من القوة والتحضر، وذكر أنها تقع أمام أعمدة هرقل، واللي جم بعد كده عرفوها إنها مضيق جبل طارق اللي هو بين أسبانيا والمغرب، لأن في الفترة دي كان المضيق معروف بالاسم ده، وإن أطلانتس غرقت بسبب كارثة مدمرة. وذكر وقت دمرها ب9000 سنة قبل سولون، وذكر تفاصيل أخرى عنها مثل وصف مدنها وطرقها وأنهارها. طيب ده المكان اللي الدارسين الموضوع أجمعوا إن أطلانتس فيه، لكن لا يوجد أي دليل جيولوجي إن كان فيه جزيرة هنا وغرقت. الحتة دي تم قتلها بحثاً بالسونار والبعثات والتصوير والأقمار الصناعية، لا يوجد أي أثر لحاجة غرقت هنا بالحجم ده. وبما إن مفيش حاجة مهمة اتلقت، تم اعتبار أطلانتس جزيرة وهمية. أطلانتس بيتم تعريفها أكاديمياً إنها فيكشنال آيلاند، يعني جزيرة خيالية، وإن قصتها بالكامل من تأليف أفلاطون. طيب أنا هتعامل مع كلام أفلاطون في موضوع أطلانتس زي ما بتعامل مع كلام هيرودوت أو سترابو أو المقريزي أو أي كاتب أو رحالة قديم، مش هرفضه كله ولا هقبله كله، لأن اللي بيكتبه أكيد اختلطت فيه الحقيقة بالرواية بالخيال بسبب قصور أدوات التحقيق في وقتها أو المدة الزمنية. الفرق مثلا بين زيانة سولون اللي سمع الكلام من الكاهن المصري لحد أفلاطون 6 أجيال، يعني حوالي 200 سنة، فأكيد في معلومات اتغيرت واتحرفت.
أنا بعتقد إن تم تحديد مكان أطلانتس بشكل خاطئ بسبب بعض الغلطات اللي حصلت في ترجمة أفلاطون من اليونانية القديمة للإنجليزية. وبالفعل في باحثين كتير ابتدوا يصرفوا نظر عن إن هي موجودة في المحيط الأطلنطي وبدأوا يدوروا في أماكن تانية. والفرضية اللي حبناها دلوقتي هي وجهة نظر الشخصية في الموضوع، واللي أكيد ممكن تتشابه مع وجهة نظر لناس تانية. بنقول إن أطلنطس اللي اتكلم عليها أفلاطون هي نفسها مصر القديمة. تاني نقطة دي، أفلاطون لما حكى قصة أطلنطس كان بيحكي حكاية حضارة مصر الأولى، سواء عن معرفة أو عدم معرفة. وهشرح دلوقتي الأدلة على الفكرة دي. أولاً مفيش حاجة اتلقت أمام أعمدة هرقل اللي هي مضيق جبل طارق، فهل ممكن يكون في أعمدة هرقل في حتة تانية تكون هي المقصودة؟ عندنا جزيرة مبني فوقيها معابد ومدينة بأعمدة، هيرودوت حكى عليها، قال لنا إن في معبد عظيم تم إنشاؤه احتفالاً بزيارة هرقل إليها، وأصبحت تعرف باسم مدينة هرقل بعد ما كان اسمها المصري القديم ثونيس. وسترابو حدد لنا مكانها بشكل أدق كمان، إن مدينة هرقل أو هرقليون تقع عند مصب فرع نهر النيل الكانوبي اللي هي منطقة أبو قير حاليا. الجزيرة دي غرقت على الأرجح بسبب زلازل، وبالفعل أثري اسمه فرانك جوديو قعد سنين يدور في الجزء ده تحت البحر لحد ما لقاها، واستخرج أثار كتيرة منها ومعظمها أثار من العصور البطلمية. لقينا لوحات عليها أسماء ملوك من العصور المتأخرة. إذن فإحنا عرفنا من كده إن الجزيرة غرقت تقريبا في آخر 2500 سنة، لكن الشاهد إن مصر ينطبق عليها وصف إنها تقع أمام أعمدة هرقل أو أعمدة مدينة هرقل. ثانياً، لما أفلاطون اتكلم عن أطلانتس ذكرها بالمصطلح ده، أطلانتس نيسوس، فجاء المترجمين قالوا أطلانتس ده اسم هنجيله بعد شوية، ونيسوس دي معناها جزيرة، فتم ترجمتها إنها جزيرة أطلانتس. ولو فتحت أي كتاب هتلاقي دايماً بيتم تعريف أطلانتس إن هي جزيرة فقط. أنا كان رأيي إن حصل تعجل في اختصار ترجمة نيسوس إنها تبقى جزيرة فقط، ولقيت بالفعل في آراء إن كلمة نيسوس تحمل معاني أخرى، لكن الموضوع كان محتاج حد متخصص في اللغة اليونانية القديمة، فتواصلت مع الأستاذة آية الشيمي وهي متخصصة في آداب اللغة اليونانية القديمة والحديثة، وطلبت منها مساعدة في البحث عن معاني وجذور كلمة نيسوس. رجعت القواميس على سبيل المثال قاموس ليدل أند سكوت، فلقينا إن كلمة نيسوس مش بتطلق فقط على الجزيرة، لكنها بتطلق كمان على شبه الجزيرة. على سبيل المثال بتطلق على مكان اسمه بيلوبونيز، وده شبه جزيرة يونانية. رجعنا القاموس تاني، هو قاموس هنري جورج ليدل، فلقينا إن الكلمة ذكرت في القرن الثالث قبل الميلاد في إشارة إلى الأرض المغمورة بفيضان النيل، وذكرت كمان في القرن الثاني الميلادي على الأراضي اللي بيحصل فيها ترسب الطفلة زي الأراضي الطينية اللي بتسير فيها الأنهار. كده مش ناقص غير يفتح قوس ويكتب فيه أرض مصر والسودان. إذن فكلمة نيسوس حصل فيها تغيرات على مر القرون، وبعد ما كان ليها معاني متعددة أصبحت مقتصرة في اليونانية الحديثة على معنى واحد فقط وهو جزيرة. ده زي ما أفادتنا أستاذة آية، حصل مع كلمات كتيرة في اللغة اليونانية. طيب ده بالنسبة لكلمة نيسوس. نيجي دلوقتي لكلمة أطلانتس. أطلانتس مشتق اسمها من أطلس، وهو إله جبار يحمل السماء على كتفه حسب الفكر اليوناني القديم. طيب لو فتحنا القواميس هنلاقي أطلانتس معناها الحرفي ابنة الإله أطلس. طيب ما هو ابنة الإله دي مين؟ ما هو مصر برضو. عندنا جملة في لوحة من الانبتاح إن ده لقب قديم جدا لمصر منذ عهد النترو. عهد النترو ده يعني عمر اللقب ده مثلا ممكن فوق 20,000 سنة. إنها الابنة الوحيدة للإله رع أو النتر رع. طبعا هو لقب اعتباري زي ما بنقول أم الدنيا، لكن في النهاية لقب. بعض القواميس ترجمتها جزيرة الإله، لكن الترجمة دي مبنية على الفكرة المحصورة في إن أطلانتس جزيرة. ولو أطلانتس ككلمة معناها على بعض جزيرة الإله أطلس، فما كانش هيبقى فيه داعي لأفلاطون يقول أطلانتس نيسوس، وإلا كده هيبقى ترجمتها جزيرة جزيرة الإله. فترجمة بنت الإله أدق، لكن حتى لو اعتبرنا إنها أرض الإله أو منطقة الإله فده برضو كان بيطلق على مصر في متون الأهرام، لكن اللي حصل تغير في الأسماء زي ما بنقول كيمت مصر، إيجيبت إيجيبتوس، مسميات مختلفة لنفس البلد. أفلاطون ذكر برضو إن أهل أطلانتس كانوا بيستخرجوا من المحاجر أحجار بعضها بيضاء وبعضها حمراء وبعضها سوداء. طبعاً لو ربطنا ده بمصر حجر الجيري،
الجرانيت الأحمر والأسود البازلت هما أكتر أحجار استعملت في مباني مصر القديمة. النقطة اللي بعد كده إن مساحة أطلانتس تماثل مساحة ليبيا وأسيا معا. طبعا تسمع الكلام ده هتستغرب، لكن دي تسميات حديثة. لو بصينا للجملة في زمن أفلاطون هنلاقيها طبيعية جدا. ليبيا قديما كانت تطلق على منطقة الشمال الأفريقي، وأسيا ما كانتش كل المنطقة دي لكن جزء منها، اللي هي ممكن تبقى المقصود أسيا الصغرى أو مناطق معينة في أسيا. واللي ممكن نقول إن مش شرط المساحة دي تكون للبلد نفسها، لكن الحدود اللي خاضعة لسيطرتها. معلومة منتشرة إن أحد ملوك الدولة الحديثة أرسل بعثة للبحث عن جزيرة أطلانتس في المحيط. إذن فالدولة الحديثة شايفة إن أطلانتس في المحيط. الكلام ده مش مظبوط. البردية المقصودة هي بردية هارس، والملك المقصود هو رمسيس الثالث، وبيقول: لقد أرسلت رحلة استكشافية إلى أرض أتاكا من أجل مسابك النحاس الكبيرة الموجودة في ذلك المكان، وأبحروا عائدين إلى مصر ووصلوا بأمان، وكانت الشحنة مكدسة في المتاجر بمئات الآلاف من ألوان الذهب. هو بيتكلم عن مكان موجود ممتلئ بالنحاس والذهب، هما بس ربطوا بينه وبين أطلانتس بسبب التشابه في أول حرفين، لكن الدليل ده غير كافي للربط بين الاثنين. وطبعا كلامه عن الملوك اللي حكموا والتطور اللي وصلت له الحضارة يتوافق مع كل الإعجازات المعمارية والهندسية اللي موجودة في حضارة مصر الأولى. النقطة الأخيرة إن نهايتها كانت بسلسلة كوارث مدمرة. كما ذكر عبارة عن طوفان مائي وزلازل وحرائق وصواعق من السماء، وإن معظم الناس هلكت في الكارثة دي باستثناء مجموعة صغيرة اعتلت الجبال، ودي كانت مجموعة قال عليها إنهم على درجة قليلة من العلم والمعرفة مقارنة باللي ماتوا. وده بالمناسبة بيتوافق مع عملية الهروب اللي حصلت إلى الصحراء الغربية بعيداً عن وادي النيل، وبيتوافق برضو مع فكرة إن حاجات كتيرة لم تتكرر لأن أصحاب العلوم ماتوا وانتهوا والأعمال دي توقفت. الغريب بقى إنه إدى للكارثة دي تاريخ 9000 سنة قبل سولون، يعني حوالي 9600 سنة قبل الميلاد. لو كانت قصة أطلانتس كلها تأليف وفبركة زي ما الأكاديميين شايفين، فدي هتبقى أقوى صدفة في التاريخ، لأنه اختار رقم 9600 سنة، واللي بنلاقي أنه بيتوافق بالظبط مع كوارث عالمية حصلت في نفس الفترة. هو أفلاطون كان عارف أن نهاية العصر الجليدي في الوقت ده؟ ولا المنطقي أن الرواية تنقلت؟ طب إحنا هنستفاد إيه لما نعرف أن أطلانتس هي مصر أو غيرها؟ هنستفاد إيه يعني؟ هنستفاد أن نعرف أن النهاية حصلت إزاي؟ ما هو إداك إشارات، فإحنا بنستفاد بالقصة في معرفة النهاية الكارثية. أطلانتس دي عاملة زي مدينة طروادة، فضل المؤرخين فترة طويلة فاكرين إنها مدينة أسطورية ملهاش وجود، رغم مثلا إن هيرودوت ذكرها وهوميروس حكى قصتها في ملحمة الإلياذة بتاعته، لكن اختلط فيها الواقع بالخيال لحد ما ألماني اسمه هاينريش شليمان فضل ينقب لحد ما لقى مدينة في أواخر القرن 19 تنطبق عليها أوصاف مدينة طروادة، وتحولت من أسطورة إلى حقيقة معترف بها. وبالمناسبة برضو مدينة هرقل اللي لقاها جوديو كان بيتقال لحد قريب إنها أسطورية لا وجود لها لحد ما اتلقت. فكاهن معبد سايس كان بيحكي لسولون حكاية مصر الأولى بشكل مختصر من قيامها لحد الانهيار الكارثي. عشان كده بنقول في موضوع أطلانتس إن عمود القصة حقيقي، لكن حصل عليها تعديلات وإضافات. وفي حاجات تانية صعب نستدل عليها زي تفاصيل المدينة أفلاطون كان كاتبها، بس كل ده صعب التأكد منه لأن كل ده اتدمر واندثر. عارف لما بنقول مصطلح تمصير الرواية أو تعريب الرواية؟ هو حصل نفس الكلام بس لليونانية. أسماء الآلهة في القصة بقت يونانية، أسماء الأماكن بقت يونانية، وحصل إضافات عليها عبر الرواة، وجات الترجمات الأجنبية ودتها في مكان تاني خالص. يمكن لو جاء يوم قدرنا نعيد ترجمة النص اليوناني القديم، أنا متأكد إننا هنلاقي أدلة تانية على إن أطلانتس هي مصر نفسها. ممكن حد متحمس يقول يمكن التواريخ بتاعت تطابق الأهرامات وجيولوجيا أبو الهول اللي جت من غربيين تكون مغلفة بنوايا خبيثة في إننا نزق كل حاجة للتاريخ بتاع 10,000 سنة ده اللي هو بتاع غرق أطلانتس، وبعد ما تستقر الفكرة دي يبقى سهل إن ننسب الآثار دي كلها لعرق الأطلنطيين. كلام جميل. طيب سيبنا من كل ده، ما احنا عندنا تواريخ من بردية تورين ب 13,000 سنة، عملنا بيها إيه؟ ما احنا حطيناها في الدرج وقعدنا نتريق عليها، وملوك حجر باليرمو وكلام مانيتون، فالموضوع متسجل عندنا قبل ما يكون عندهم، لكن للأسف بيتم التعامل معه بمنتهى البلادة. وجايز ان التواريخ السابقة يكون فيها نسبة خطأ، عادي، وارد انك بتتحرك بالتاريخ 1000 او 1500 سنة او حتى 2000 سنة، لان القياسات الجيولوجية او التواريخ المكتوبة ممكن يحصل فيها نسبة خطأ، لكن الأكيد ان كلها حاجات قديمة وأقدم من عمرها المعروف رسميا بآلاف السنين.
هل أرض مصر غرقت في يوم من الأيام؟ وأكيد حصل ارتفاع في منسوب المية، وممكن أجزاء من سواحل مصر تكون غرقت، لكن هل كان عالي لدرجة وصوله لعمق الآثار المصرية؟ في صورة مشهورة بنلاقي الأهرامات غرقانة في المية بالشكل ده، هل ممكن يكون فعلا ده حصل؟ خصوصا أن مؤرخين كتير ومعظمهم مصريين ذكروا أن الطوفان ضرب أرض مصر وغرق الأهرامات. الحقيقة أنا بحب قبل ما نحكم على حاجة نوصل على قد ما نقدر لدراستها للآخر قبل ما نقول آه أو لا. معظم الاستنتاجات دي مبنية على دراسة لأثري اسمه أستاذ شريف المرسي، ذكر أنه ظل يدرس في هضبة الجيزة حوالي 12 سنة، وكان بيدرس آثار التعرية المائية في هضبة الجيزة سواء أهرامتها أو معابدها. بيقول أن في تعرية مائية شديدة على أحجار المعابد والأهرامات، كمان في أصداف بحرية بشكل كثيف على هضبة الجيزة. الأهرامات ومعابد الجيزة بنيت بحجر من فئة الحجر الرسوبي. مصر في يوم من الأيام كانت مغطاة بمياه البحر من ملايين السنين، وأدى إلى تكون طبقة صخرية كبيرة اتخذت بعد كده كمحاجر، وحتى النهاردة بنلاقي أصداف بحرية واضحة في الحجر، عشان كده الحجر ده بيسموه أحيانا الحجر النيموليتي نتيجة للحفريات البحرية اللي فيه. طيب أستاذ شريف المرسي بيقول إن اللي على هضبة الجيزة ده مش نتيجة الترسبات اللي حصلت من ملايين السنين، لا دي حاجة حصلت قريبا، وإن البحر كان موجود هنا وترك آثار ترسبات ملحية وتآكل في الأحجار وترك أصداف بحرية فوق الأحجار. وذكر كمان معلومة في شدة الأهمية، إن بعض الأصداف دي حصل لها تأريخ وإدى بعضها رقم 12000 سنة قبل الميلاد. طبعا كلام مهم جدا ما ينفعش يعدي كده. فين نتيجة التأريخ ده؟ الحقيقة أنا دورت كتير على حاجتين، دورت على أي ورقة بتتكلم عن تأريخ كربوني لأصداف الجيزة، لقيت فعلا الناس بتتكلم عن عمر 12000 سنة، لكن ما لقيتش مصدر لتفاصيل أكتر من كده، يعني ما لقيتش التقرير اللي بيقول كده مثلا. الحاجة التانية إني لم أجد رأي من حد جيولوجي بيقول نفس الكلام. أنا متفق مع أستاذ شريف إن حصل فعلا تآكل مائي شديد على منطقة الجيزة وأهرامتها ومعابدها وأبو الهول بسبب العصور المطرية، لكن ماء البحر ده موضوع مختلف. أخذ وتحليل أصداف الجيزة هيتطلب تصريح وموافقات من وزارة الآثار، وغالبا حاجة زي دي هتترفض، مش غالبا ده أكيد هتترفض. لكن تذكرت صديق ليا كان بيعمل في إنشاء حدائق الأهرام، المنطقة دي كانت على بعد حوالي 20 كيلومتر من هضبة الجيزة لكنها على نفس المحاذاة تقريبا، فصديقي كان بيقولي إنهم كانوا بيلاقوا أصداف بحرية بالمئات أثناء البناء، فاستأذنته أخذ صدفة منهم لأن هما جنب بعض، فالنتيجة هنا غالبا هتكون هي هنا. فبالفعل اداني واحدة فيهم، قلنا نشوف ونتأكد، بعتها للتحليل الكربوني. بعد حوالي 3 أسابيع المعمل بعتلي النتيجة، فالمعمل رد إن الأصداف دي من ملايين السنين وإن دي تعتبر حفريات مش حاجة حديثة. إذن فبالنسبة للاستنتاج بتاع الطوفان البحري على هضبة الجيزة محتاج أدلة أكتر، محتاجين حد يطلع بتقرير بقياسات بتقول إن الأصداف دي فعلا عمرها 12000 سنة، وعادي إننا نمشي في طريق ونلاقي الدليل مش مظبوط فنستبعده مفيش أي مشكلة. فلا يشترط إن مصر غرقت بالكامل، لكن ممكن يكون حصل عليها تسونامي جزئي غرق سواحلها، لكن اللي واضح إنه حصل إن فيضان نيلي بشكل عارم غرقها، وده اللي شفنا أثاره في هروب الناس إلى الصحراء ومكوسهم هناك سنين طويلة. دكتور أحمد فخري بيقول لنا في كتاب مصر الفرعونية، في وقت من الأوقات قبل عصر الأسرات تغلبت الدلتا على الصعيد وكونت مملكة واحدة، أصبح هورس الإله الأقوى، ويكاد يجمع الباحثون أن أون إن شمس حاليا هي عاصمة تلك المملكة. إذن فكل حاجة بترجعنا لأون، عاصمة ما قبل الأسرات واللي حكمها سلالة الملوك أتباع حورس، واللي رغم فترة حكمهم الطويلة اللي بتقدر بأكثر من 13000 سنة إلا أن تاريخهم ما زال غامض، وانتهى عصرهم بكارثة وانقطعت معاهم علوم ومعارف كثيرة، وبعدها بألاف السنين بدأ عصر الأسرات بمؤسس جديد وبدأ الصعود الحضاري مرة أخرى. We'll be right back.
لكن السؤال، هل ترك الملوك الأوائل أي وثائق أو سجلات ليهم قبل الرحيل؟ يزعم بعض الغربيين أن الناجين من قارة أطلانتس لما انتقلوا لمصر دفنوا أسرار علومهم أسفل أبو الهول. بناء على ما سبق، تعال نعيد صياغة السؤال. هل في غرفة أسفل أبو الهول ويكون المصريين الأوائل نفسهم هم من وضعوا فيها أسرارهم أو جزء من أسرارهم؟ دكتور سليم حسن في كتابه عن أبو الهول صوت 38 أشار للموضوع ده، فقال إن المؤرخ الروماني بليني ذكر إن أبو الهول يوجد قبر أسفله أو داخله، وتناقل المقريزي وعبد اللطيف البغدادي الرواية إن أبو الهول بيحوي حجرة ممتلئة بالكنوز. الرحالة الإنجليز والفرنسيين عملوا أكتر من حفرة وأكتر من نفق في جسم وأسفل أبو الهول أملاً في العثور على الغرفة. البريطاني هوارد فايس قام بعملية تنقيب متهورة بواسطة التفجير بالبارود. لكنه ما لقاش أي حاجة، وجي من بعده أوجست ماريت وكان بيعتقد بوجود غرفة أسفل أبو الهول، وجي من بعده ماسبيرو وسيطرت عليه الفكرة وفضل يمني نفسه بالعثور على الغرفة دي، لدرجة أنه عمل اكتتاب في فرنسا للحصول على تمويل وبدأ بالفعل في عمليات التنقيب، غير أنه بسبب انتقاله لمنصب آخر في مصلحة الأثار توقف العمل والبحث عن الغرفة واكتفوا بزلت الرمال من حوله واللي أسفرت عن كشف لوحة الهند. رغم ان كل التنقيبات السابقه لم تسفر عن شيء، لكن دكتور سليم حسن اللي عمل بنفسه حفاير كتيره حول ابو الهول بيقول لنا ان قصه القبر او الغرفه الخاصه بابو الهول ليست مستحيله، بشرط انها تكون اسفله مش داخله، خصوصا ان ابو الهول كان بيمثل في لوحات الاسرات جالس على قاعده يبدو ارتفاعها تقريبا قد ارتفاعه هو نفسه. سنة 1978 جت بعثة أمريكية لعمل تنقيب أسفل أبو الهول. حضر التنقيب دكتور مارك لينر ودكتور زاهي حواس، وكان هدف البعثة البحث عن غرفة أسفل أبو الهول، لكن لم يعثروا على أي شيء قيم. في إبريل سنة 1991 كان دكتور روبرت شوك بيعمل دراسة على أبو الهول. جزء من الدراسة إنه كان بيقوم بعمل قياسات سيزمية في الأرض. البيانات اللي رجعت له وحللها من المجسات عن صفات الطبقة الصخرية تحت أبو الهول قالت له إن في فراغ على عمق من 5 إلى 10 متر أسفل ذراع أبو الهول، لكنه للأسف لم يستطع استكمال الدراسة لأنه تم وقفه، ولم يعرف أي تفاصيل إضافية عن الفراغ اللي اتلقى إذا كان فراغ صخري طبيعي أو غرفة. في 2008-2009 قامت وزارة الآثار بالتعاون مع جامعة القاهرة بعمل مشروع على أبو الهول هدفه دراسة منسوب المياه الجوفية. اتعمل عدة حفرات أسفل أبو الهول لكن في مكان مختلف عن اللي حدده دكتور روبرت شوك، لكن ده كان كفيل بالنسبة لدكتور حواس بنفي الفكرة وقال إن مفيش حاجة أسفل أبو الهول، وقال نصاً إن غرفة السجلات أسفل أبو الهول عبارة عن فانتازيا وما هي إلا تخيلات وخرافات. الألماني أثناتيوس كيرشا كان من أول ما كتب من الأوروبيين عن الآثار المصرية، لكن كل كتاباته كانت سماعة من اللي جم من مصر، لكن بنلاقي لوحة مرسومة في كتاب برج بابل هو رسمها بنفسه. الهرم له أبواب جنائزية واسعة لأنهم قالوا له ده مقبرة، وراسم أبو الهول عبارة عن رجل روماني، واضح أنه متأثر باللي كان بيشرح له. لكن في ملاحظة في الرسمة دي صديقي مؤمن هاشم لفت نظري ليها، هو أنه راسم أبو الهول فوق 3 كتب. فواضح أنه سمع حاجة من اللي بيحكي له. الكتاب مكتوب باللاتيني، لكن بعد ما أحد الزملاء ترجمه إلى الإنجليزية لم نعثر على أي جملة خاصة بالموضوع ده، فواضح أنه اكتفى بالإشارة للسجلات أسفل أبو الهول من خلال الرسم فقط، لكن برضو ده بيقول لنا أنه هو سمع حاجة من حد. الحقيقة مع كل اللي فات الواحد برضو مش عارف يصدق القصة ولا لأ، لكن ظهر قريب دليل تاني يمكن أقوى من كل ما سبق. مؤخرا مترجم للنصوص الهيروغليفية اسمه مانو سيفزادي طلع بدليل جديد، عثر على إشارة مهمة في أحد البرديات. البردية دي معروفة باسم بردية هاريس من الدولة الحديثة وموجودة في المتحف البريطاني. إحنا برضو رجعنا النص الأصلي للبردية وهي مكتوبة بالهيراتيقية، وقام صديقنا الأستاذ عبدالله سالم بإعادة ترجمة بعض أجزائها من الهيراتيقية للعربية مباشرة للوقوف على المعاني الصحيحة. بتقول إيه؟ وصية تكتب بواسطة كتبة سيد الأشمونين إلى راحور أختي في المقر العظيم في أون. طيب مين سيد الأشمونين الكاتب ده؟ ده لقب لتحوت اللي هو نتر الكتابة والعلم والحكمة، وراحور أختي ده أحد ألقاب أبو الهول. طيب نكمل.
وقد دونت الوصايا وثبتت في السجلات ووضعت تحت أقدام راعحور أختي يوهبها لحفيده إلى أبد الآبدين. وصايا وسجلات كتبها كتب التحوت وثبتت تحت أقدام أبو الهول ومذكورة بالصفة والمكان. أنا معرفش لو تمت حفائر في المكان المظبوط أسفل أبو الهول هنلاقي إيه، لكن مش شرط إننا نلاقي سجلات بالشكل الطبيعي. ممكن ما نلاقيش حاجة أصلا بسبب المدة الطويلة اللي أي حاجة هتكون اتدمرت واتطمست. لكن بنعرض الكلام ده عشان كل ما بنتعرض لحاجة غريبة في الآثار بنلاقي حد طلع فين النص اللي بيقول كده؟ فين البردية اللي بتقول كده؟ حقائق كتيرة موجودة وتاهت، عشان كده بنقول إننا عرفنا الترجمة الصحيحة للنصوص، بس للأسف تهنا عن المخزن. بكده يبقى انتهت رحلتنا مع الحضارة المفقودة. أعتقد إننا ناقشنا على مر الحلقات عشرات الأفكار والنظريات والآراء والأطروحات، لكن حضرتك وحضرتك دلوقتي سمعتوا الجانب الآخر من الرواية، وإن الناس اللي بتقول الكلام ده في نقط كتيرة منطقية في كلامهم مش مجرد هلاوس، واللي بالمناسبة مش لازم تقتنع بيه كله، ممكن انت تاخد الجزء اللي مقتنع بيه وتسيب الجزء اللي مش مقتنع بيه عادي، مفيش اي مشكلة. ومهم برضو انك تنزل وتزور المتاحف والآثار بنفسك وتفكر وتحط تصورك الشخصي من غير ما حد يفرض عليك رأي. وزي ما انت شفت حاجات كتيرة ما زالت غامضة ومجهولة رغم كثرة الادعاءات انها واضحة واننا عارفين كل حاجة ومفيش اي الغاز. وفي الاخر هيفضل كل ما ينشر حول التاريخ استنتاجات وترجيحات، لان الحاجة الوحيدة عشان حد يجزم ان ياخد آلة زمن ويرجع بيها شوف ايه اللي حصل وبعدين يجي يحكي لنا، ولحد ما ده يحصل هنفضل في دايرة الترجيحات حسب الأدلة المتاحة. ولذلك فالأسئلة دايما على مر العصور اكتر من الأجوبة. لما المتنبي شاف هرمي الجيزة الاكبر والاوسط وانبهر بأحجامهم قال اين الذي الهرمان من بنيانه؟ ما قومه؟ ما يومه؟ ما المصرع؟ تتخلف الآثار عن أربابها حينا ويدركها الفناء فتتبعه. أتمنى لكم كل التوفيق ونشوفكم على خير إن شاء الله.